أنا سالفتي غير غير شكل. شلون؟ أنا أحب السبج بدل صغير، أحب السبج. سمش طيب اشتري بالعافية. هاي يابا وأروح لك وين أتبشر للشواكة وأشوف لك السبج القطان والكاريبي كل الكبار. ما له علاقة بيه، تعرف أنا أحب السبج ليه، بيه حديد طاقة كلها حديد مقوي مقوي صح. واروح لك على الزوري. خلت لك كيل وين؟ يا ابا كيل ايش دعوه؟ احنا نفرين. واشتري لك زوريه وحده. وحده؟ وحده بس. وحدين. ورحت للبيت، المره كانت تقول لي اياها. قلت لها جيب بيها، قالت لي شش خلي كبل. اعطت اياها. بالعافيه. انا كلتها احس نفسي ثقيل. ابى لك واحد شايل حديد. والمعده المعده لا 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 عنده غايه هو. ايه؟ لا طبعا الحديد ثقلت. لكن مش سمكه. مش سمكه. صار حديد بيها. امشي بالهول عبالك مغناطيس. انا قاعد على القنفه الثلاجه جت لزقت بيا. اريد اطلع برا للقهوه والباب لزق بيا. اكلها من برا هاي سمكي. لك باب ليش هو زوري كبر مثل زوري هسه. ما يفتهم الاخوك على عينك كان يعطي. فوت سالم ما عليك. يا يابا دا تمشي. والله كان اعطس. كان يطلع براغي 5 انش. من الحديد. الحديد بالسمكه. ثاوبت. كان يطلع كيس بسابير. بس صدق؟ لا 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 احكي لك هاي. اي يلا احكي. قال لك والله؟ ها نسبة الحديث صاعت عندي. شلوه انا شنو؟ هاي يابا او كان يخابرني صاحبي وين هو حدادين وين؟ بالسباع. اي بالجمله. اي بالجمله. قمت اروح هناك انا واقف عطستين وادب لك شيل مانتين. قحتين ادب لك كومر وطعت. واحد قال اريد هنقلانه. قلت له دقني بظهري. سويت هيك هنقلانه عند القبريه. جوارينا شافنا قال لي بايسكل ابني صج فانت واقع. قلت له بسيطه. ووقع لك 10 صجمات. البايسكل اشتغل طاير. حمد حمد ما مشغل كل شيء ما مشغل. ليش حمد؟ واش بيكم؟ اروح جيران عند القبريه اروح قحتي اليبه حتيد رايكم سويت ابوي؟ سقطتوني خليتوني جلد وعظم.